السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، ودائما في اطار معسلات رمضان جيت نشارك معكم محنشه بالبيستاش اللي هي رائعه وراقيه وسهله في التحضير بزاف بزاف، والعقده ديالها كتجي لذيذه بزاف بزاف. غادي نحضر معكم كميه قليله، ولا بغيتو كمية أكبر فكتضاعفوا المكونات. طبعا نبداو على بركة الله المكونات أو المقادير اللي نحتاجو للوصفة. عندي 100 غرام ديال البيستاش مطحون بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا مزيان، و 150 غرام ديال عقدة اللوز اللي هي طبعا عقدة اللوز بحال اللي غنخدموا بها الكعبة، مطحونة بالسكر وريحة الزهر والزبدة مخدومة مزيان. وانتوما وهنا معلقه كبيره ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال معجون البيستاش اللي هو ساهل بزاف في التحضير ان شاء الله غادي نشاركو معكم، ولكن راه كتقدروا تشريوه بالعبار في المحلات اللي كتبيع المنتوجات ديال الحلويات. طبعا هنا الروح ديال البيستاش، هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لافاخس ديالنا او الخليط ديال المحنشه ديالنا، وطبعا الورقه ديال البسطيله. اول حاجه غادي ناخدو سوبيره، غادي نحطو فيها عقده اللوز، غنحطو فيها المكونات كاملين اللي عندنا وغنحاولو نخدموهم مزيان مع بعضياتهم بحيث تكون او تشكل عندنا عقده اللي هي رائعه وراه ساهله في تحضير هاد المحنشه وكتجي هماويه. غنديرو السكر، الزبده كيف ما قلت لكم، الزبده على درجه حراره المطبخ، معجون البيستاش والروح ديال البيستاش. بالنسبه لمعجون البيستاش راه كنقدروا نستعملوه بزاف الاشياء ان شاء الله كيف ما قلت لكم، غادي نشاركو معاكم. غنبقاو نخدمو العقده ديالنا مزيان حتى يندمجوا العناصر مع بعضياتهم وتكون عندنا عقده اللي هي زوينه ولذيذه. وتكون كتخدم معايا بسهوله، يعني فاش نبدا ندير الحربول ديالي او العقده ديالي ما تحلش ليا ما تحربلش، تبقى معلكه وشاده في راسها كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كنكونوا سالينا عقده اللوز خدمناها مزيان، نبداو نصايبوا المحنشات ديالنا. انا اختاريت باش نديرهم على قد الكف ديال اليد، وكيبقى طبعا اختياري، تقدري ديريهم صغيورين تقدري ديريهم كبر من هذا الحجم اللي غندير انا، كيبقاو اختياريين كيجيو رائعين. دابا غنبداو نعمرو المحنشه، غنديروا بهذا الشكل هذا الحربول، نحاولوا نديروه رقيق شويه ما نديروهش غليظ وما نديروهش رقيق بزاف، نديروه متوسط. هاد المرحله هادي هي اللي كتبين لك انك العقده ديالك ناجحه 100% وما تعذبك ما شي حاجه، يعني ما غتحل ما والو. غادي نبداو نسدو المحنشه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وانا كنسد وانا كنحاول بحال نزير، يعني هاد الطيه الاولى خصكم تزيريها مزيان مزيان، ومن بعد كيبقى بسهوله كدوري المحنشه ديالك بهذا الشكل هذا. هنا غنبداو نلويوها او نطويو المحنشه كيف ما كتشوفوا هنايا، العقده مخدومه مزيان وناجحه معانا، الورقه مدهونه ومزيانه، فالمحنشه غتنجح معاك 100% وما غتهرس ما حتى شي حاجه، كتجي بهذا الشكل هذا. شوفوا ثم اللون راه رائع. غادي نحطوها هنا نطيبوهم ملاصقين، فما نحتاجوش نديروا لهم الدقيق والماء باش نلصقوهم، وحتى بالنسبه للتزيين ما غاديش تبان ديك الطيه. وبالنسبه للناس اللي يديروا المحنشات صغيورين، غادي يديروهم في كويختات ديال الحلوى تيجيو رائعين، يقدروا يلصقوهم بالدقيق والماء باش يشدوا ليهم.
راه بسهوله كيلصقوا، لحيتاش اصلا المحنشات كنطيبوهم ملاصقين اي حجم سواء كان كبير او صغير، المهم المحنشه كامله. هنكملوا العمليه ديالنا بنفس الطريقه حتى نساليو الحشوه اللي عندنا، ومن بعد ندخلوهم للفران يطيبوا على درجه الحراره 180، يطيبوا على خاطرهم باش الورقه اللي لداخل كيف ما شفتوا الطويات ديال المحنشه حتى هي تقرمش، يعني ماشي تحمر غير من برا وصافي، خص حتى الورقه اللي لداخل حتى هي تحمر. ما ندهنوش المحنشات ديالنا ما حتى شي حاجه، حيتاش مدهونين فما فيه الكفايه، راكم كيف ما شفتوا معايا في الخدمه كنا كندهنوهم. من بعد ما يطيبوا المحنشات ديالنا نحيدوهم من الاناء اللي طابوا فيه لحيت غيكون فيه الزيت، ودرتهم في اناء اخر باش غيتعسلوا على خاطرهم حتى شربوا العسل مزيان، عاد درناهم في طبق التقديم. طبعا هنا عندي المحنشات حيدتهم من العسل من بعد ما شربوا العسل، عندي البيستاش مهرمش بهاد الشكل هذا باش غنزوقوا الجوانب ديالنا ويعطيونا واحد المنظر اللي هو جميل وزوين. وعندنا الورد الفلالي طبعا تزين حسب الرغبه. الاخرى كيف ما قلت لكم ما احتاجيت لا دقيق لا حتى شي حاجه باش نسدها، غادي ندير فيها البيستاش كتزيين وفي نفس الوقت ندرق هذيك الصينيه، كتجيب هذا الشكل هذا، غادي تستمر العمليه ديالنا بكاع المحنشات ديالنا، كتجي رائعه هاد المحنشه ولذيذه وكيف ما قلت لكم هماويه. وتقدروا ما ديروش كميه كبيره، يعني غير هاد القياس غير شهوه وصافي، وإلا كان طبعا عندكم مناسبه ولا بغيتوا كميه كبر فكتدوبلو المقادير او المكونات. طبعا غادي نقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا في الطبق. كتجيب هذا الشكل هذا وطبعا تزين حسب الرغبه. كنكون وصلنا لنهايه الوصفه، كنتمنى تكونوا تبعتوها معايا حتى الاخر وتكون نالت اعجابكم. نقول لكم السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير.